كيانو ريفيس. ولد كيانو تشارلز ريفيس عام 1964 في بيروت. والده له جذور صينية أمريكية من جزيرة هاواي، واسم كيانو يعني بلغة هاواي نسمات الجبل الباردة. والدته كانت تعمل كمؤدية في مجال التسلية ثم كمصممة أزياء. بعد انفصال والديه انتقل مع والدته وأخته إلى نيويورك ثم تورنتو. تنامى حبه لرياضة الهوكي، إلا أنه سرعان ما تحول إلى عالم التمثيل، وبدأ أول ظهور له عام 1985 في الفيلم الكندي One Step Away. في عام 1994 قدم مع ساندرا بالوك فيلم سبيد، أتبعه بفيلم الدراما الرومانسية A Walk in the Cloud عام 1995، ثم بالفيلم المميز Devil's Advocate عام 1997 إلى جانب كولمن أول باسينو وتشارلز ثيرون. مع نهاية العقد وفي عام 1999 شارك كيانو ريفيس في فيلم الخيال العلمي The Matrix مؤديا دور نيو، الشخص المختار ليكون مخلصا للبشرية من العالم الموازي الذي يعيشون فيه. مشاهد المعارك المشوقة، الأزياء الرائعة والمؤثرات البصرية الفريدة جعلت The Matrix فيلم الموسم بامتياز، مما دفع لإنتاج جزئين آخرين أشهرها The Matrix Reloaded عام 2003، والذي حقق نجاحا ماليا تجاوز الفيلم الأصلي. لم تقتصر إنجازات كيانو ريفيس الفنية على عالم السينما، فقد ساهم بإنشاء فرقة دوغ ستار في بداية التسعينات، والتي أطلقت ألبومين وحققت نجاحا متواضعا خلال عقد من الزمن. أدى فيه ريفيس دور عازف الجيتار الأساسي في الفرقة، ليعزف بعدها في فرقة ديكي لحوالي سنة. ريفيس أيضا من عاشقي الدراجات النارية، وبعد طلبه من المصمم جارد هولينجر أن يصمم له بزة لقيادة الدراجة، أسس الاثنين شركة أرك موتورسايكل كامباني في 2011. كان على علاقة بالممثلة جينيفر سيم، وفي عام 2000 أنجبا طفلة ولكنها ولدت ميتة. أسفر الحزن والضغوط على علاقتهما إلى الانفصال بعد عدة أسابيع، وتوفيت جينيفر بعد فترة إثر إصابتها بحادث. وعد العديد من الممثلات بعد ذلك، وفي عام 2015 كان على علاقة بالممثلة جيمي كلايتون، وآخر أعماله الفنية هو فيلم جون ويك تشابتر 3، والذي حقق أكثر من 320 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، ويعتبر تكملة لسلسلة أفلام جون ويك المشهورة، وقد تم إصداره في مايو 2019. وأيضا شارك في فيلم الكرتون توي ستوري 4، والذي عرض في يونيو 2019. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.